على الخير والبركة والتوفيق. ينطلق ثاني أشواط هذا الصباح الجميل. الشوط الأول للبكار اللقاية المهجنات، انطلاقة سليمة وموفقة. الرحلة هي 4 كيلومترات مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع نوف في مقدمة الأسماء، وتعود ملكية نوف. يا مرحبا يا عمار بن سيف بن مرهون المعمري في مقدمة الأسماء. الدور دور المركز الثاني، الوصول من العاصمة، سعيد بن محمد بن فالح الشامسي على المركز الثاني، الوصول من غلا، عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري في المرتبة الثالثة. الله 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 الله، وصلت شواهين سيف بن علي بن سيف النيادي، والدخول السريع، الدخول السريع ايضا من هذه الخوف ومن هذه البطلة المنطلقة الباحثة الباحثة عن الناموس في انطلاقة صباحية مبكرة. يا لها من نوف، ويا لها من خوف، ويا لها من جميلة. علي بن عبد الله بن سيف بن سباع الاكتبي، انعم واكرم بهذا الاسم اللامع. انتقل الى الاسماء القادمة، انتقل الى تلك الشعارات الاجمل والاروع والامتع القادمة لا محالة. انها قيادة وتبحث عن الريادة والسيادة، تبحث عن الفوز وعن الناموس. محمد بن حميد بن خميس العويسي المنطلق والباحث بهذه البكرة المهجنة الباحثة عن الناموس والنصر والانتصار. يا لها من اسماء، وصلت ظبي الفلا، وصلت رمز العطاء، وصلت الظبي محفوظ بن خميس الينيبي على المركز الان الثامن. الدور دور الاسم القادم، الدور دوري انجاز، دورك يا انجاز. غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري المنصوري المنصوري. الله 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 الله، وصلت الاسماء ايضا هنالك متعبة. يا مرحبا يا المحرمي مبارك بن سهيل المحرمي الباحث ايضا عن نقطة هذه العشر، ولكن ايضا اسماء لامعة، ايضا اسماء خطيرة خلف العشر. عودة الى المركز الاول، عودة الى مقدمة الاسماء، عودة الى الكادر الاول، عودة الى هذه اللي تراقص حبات الرمال، الى هذه المسيطرة. الله يا غلاء، الله يا المنصوري، الله يا هذه الامورة، الله يا هذه البطلة. عامر بن مصبح بن عارب بن عامر بن حويرب، يا بن حويرب يا المنصوري. المركز الثاني شواهين، شواهين النيادي، شواهين النيادي. سيف بن سالم بن سيف، وتسلم يمينك يا سيف مع شواهين. المركز الثالث، المركز الثالث العاصمة، العاصمة الكبيرة، هذه هي مشاركة يا ابو محمد يا بعدي. سعيد بن محمد بن فالح الشامسي، وصلت الاسماء ووصلت الشعارات ووصل الواصلون، وصلت الظبي محفوظ بن خميس بن علي علي نيبي على المركز الان الرابع. الكيلو يا فطاحلة، الكيلو يا مضمرين، ما بعد الا التهاني والسلامات. اللي بيفتح جهازه واللي بيركز في بداية موسمية جميلة ان شاء الله للجميع، تمنياتنا لكم دائما وابدا بالتوفيق والسداد والصلاح والنجاح. عودة الى المركز الاول، عودة الى غلاء، عودة الى هذه البطلة. معك يا بن حويرب، يا بن حويرب. وصلت شواهين، وصلت الاسماء. الله 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 الله، سيف بن علي، سيف بن سالم النيادي، النيادي على المركز الثاني، وايضا المركز الثالث العاصمة سعيد بن محمد بن فالح الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي محفوظ بن خميس الي نيبي على المركز الرابع. عودة مع هذه البطلة غلا، يا مغلاش يا غلا،
يا مجملش يا غلا، انت الغلا كله، وانت الناموس كله، وانت النصر كله. انطلقي الى الناموس وسطر الذهب لملا لملا لملا. والمنصور حاضر، المنصور حاضر بطل هذا الشوط. تسلم يمينك يا ابو مصبح، عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري. كفو تنطح كفو ما شاء الله. شواهين سيف بن سالم النيادي. المركز الثالث العاصمة سعيد بن محمد بن فالح الشامسي. المركز الرابع الوصول ايضا من الظبي محفوظ بن خميس بن علي ألي نيبي. وفي المركز الخامس الوصول ايضا الوصول من قيادة محمد بن حمد بن خميس العويسي. نعود بالتوقيت الزمني، نعود برحلة الناموس، نعود بقصة التهاني والسلامات ما شاء الله. غلا في المركز الأول عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري، حيث قطعت هذه المسافة مع النصر. 6 دقائق ثانيتين وفاء وتماما، والتوقيت الأفضل بسم الله ما شاء الله. بينما على المركز الثاني، المركز الثاني الوصول من شواهين 6 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثواني. شواهين سيف بن سالم بن سيف النيادي. بينما المركز الثالث كان من حضور العاصمة سعيد بن محمد بن فالح الشامسي، حيث قطعت المسافة 6 دقائق 5 ثواني وجزئين من الثواني. تهنيتنا الكبيرة لمالك العاصمة الكبيرة سعيد بن محمد بن فالح الشامسي. تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين. شوط هام ومهم بصوت زميلي العزيز حمدان الجحافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام ومتابعينا